السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الكرام، من بين المسائل اللي كيتعرضوا لها بعض الإخوان المتدربين أو الأخطاء اللي كتدار في تعاطي الماتريال ديال الغطس، كنذكروا مثلا أول شيء هو التوبة. فالتوبة كما كتشوفوا هنا عندها جوج ديال الأطراف، هاد الاطراف هادو كيكونوا في السنان من الداخل، وملي تنقولوا في السنان من الداخل صافي دير انه كنعضوهم، لكن العض ملي كنقولوا العض راه ماشي كنعضوهم تنقطعوهم. فهاد الجلده هادي كتكون على برا السنان وهادي من داخل السنان. فالاخوان بعض المتدربين شنو كيدير في عوض ما يدير هاد لابوزيسيون اللي هي ريغلومونتير واللي هي مريحه، كيخشي هاد لابارتي هادي كامله في الفم بهاد الطريقه هادي، وهي خطا لان هذه الجلده هذه خصها تكون من برا بهذا الشكل. هكا علاش كنقصوا مدخل الهواء، تنقصوا مدخل الهواء في العضه، وكيأثر لنا على اخذ النسبه اللي كناخذوا ديال الهواء والنسبه اللي كنخرجوا ديال الهواء، وفي نفس الوقت حتى التنفس، لان ملي كنكونوا سادين فمنا بهذا الشكل كنكونوا متحكمين في التنفس، ماشي بالطريقه اللي كتكون محلوله. كتكون محلوله يعني كتجبد بزاف وكتخرج بزاف. هذه من جهه بالنسبه للتوبا، الطريقه هذه هي اسهل طريقه واحسنها واريحها، يعني كتعوم في خطر. المساله الثانيه فالكروش بواسون، ممكن انه مثلا الكروش بواسون، خاصه الكروش بواسون اللي كنديروا في الحزام، انها تقدر تعلق لك في سميتو تعلق لك في الحجر. الطريقه ديال الجميع انا غادي نرجع لها من بعد في الاخر باش تعرفوها. دونك الطريقه ديال لي كروش بواسون، كاين الطريقه العاديه واللي كيديرها العديد من الاخوه، وهي بهذه الطريقه هذه. كنشدوا الكروش بواسون كنخشيوها من هنا بهذه الطريقه هذه، ياك، وكنشدو هذه كنخشيوها من هنا بهذا الشكل هكا، وكنزيروا الكروش بواسون وكنجيبوها من اللور باش نركبوها هنا. دونك يبقى الكروش بواسون بهذا الشكل، ما خصهاش تكون طويله بزاف وما خصهاش تكون قصيره بزاف. لكن هذه فيها اشكال. اشكال فين؟ ملي كنخرج الحوت، ملي كنصيد الحوت ونخرج، ملي كنبغي نحيد الحوت كيخصني ضروري نولي نخرجو من هنا عاوتاني، كتاخذ لنا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال. فالطريقة الأسهل والأأمن، علاش؟ أسهل في إخراج الحوت، وهي كنجيبو أن موسكوتون بهذا الشكل هكا، موسكوتون بهذا الشكل هكا، مثلا هذا الشكل. موسكوتون بهذا الشكل هكا حتى هو، موسكوتون بحال هذا، موسكوتون بحال هذا. فين كنركبو؟ كنركبو في هذه البلاصه هذه بهذه الطريقه. دونك ولات عندي كروش بواسون بالموسكوتون ديالها، كنجي اوتوماتيكمون كنجي لهاد البلاصه هذه ديال سميتو، كنركبو ها الموسكوتون راكب، كندور الامور ديالي هنا، كروش بواسون هي كبت في بلاصه. دونك هنا سميتو اريح. علاش؟ ملي كنجي للحوت، الحوت اسهل طريقه باش كنخرجوا الحوت حنايا ملي كنبعد من بعد الصياده، كنديروا له بحال هكا، فهمتي؟ كتولي الحوته كيما بغات تكون، كتخرجها بسهوله بهذه الطريقه. الحوته كيما بغات تكون كتخرجها بسهوله، ماشي بحال مثلا غادي نبدا نخرجها من هنا كنقص لها النغانه كنجرحها بزاف الامور. وثاني شيء وهو اللي مهم، وهو انه ملي كنكون عندي له موسكوتون بهذه الطريقه هكا، ومثلا الله يستر لا قدر الله وكان عندي هاد الكروش بواسون طلوق وحصل مثلا بهذه الطريقه هكايا، انا باغي نطلع. دونك اول شيء كنقولوه حنا دائما باش نصوفيو راسنا، انك تلاركي السمطه. لكن في حاله ما الله يستر مثلا ما معكش الصديق ديالك بعيد، او اللي معاك ما يقدرش يهبط لذاك البروفوندور باش يجبد لك السمطه ولا هذه، فاسهل طريقه هي لو موسكوتون. كندور لو موسكوتون طق ونخليه ونطلع في حالي.
فهمتيني؟ نخليهم نطلع في حالي، فكنطلع ناخذ نفس ديالي، ناخذ المسائل ونرجع للموسكوتون ديالي هو لا كروش بواسون ونجبدو بكل سهوله. هذه اسهل طريقه، نعاود نكررها، لا بنفس الطريقه ديال هنا ولا بنفس سميتو. مثلا بالنسبه لي مثلا انا في هذا الموسكوتون اللي عندي هنا غنقولوا مثلا راكب بحال هكا، وحال عندي مثلا وحال عندي سميتو كروش بواسون بهذه الطريقه في الحجر، دابا هو لاصق في الحجر وباغي نطلع، ما بغاش يطلق ليا، عوض ما غادي نحل انا السمطه بهذه الطريقه ونلارقيها، غادي نجي للموسكوتون كندير له الراق ونخليه يطلع في حاله. او كنختار الطريقه الثانيه اللي قلنا كنديروا ان موسكوتون، كاينين دي موسكوتون اللي كيعملوا 5 دراهم فهمتي، وكنجي كنركبوا بهذه الطريقه حتى هويا. ها هو كنحصل كنفكها بهذه الطريقه وكنخرج. بالنسبه لي كروش بواسون الاخوان دائما باش يبقى النيلون ديالهم مزيان ويدوم معنا واحد المده طويله، الجميع ديالهم كنكونوا نجمعوهم بواحد الطريقه سهله. هانت دائما كنجيبوا هاد الدوره بحال هكا من فوق الحديده بهذا الشكل هكا، وكنبقاو نجمعوها بهذا الشكل هكا. هانت نجمعوه بهذه الطريقه هكا، حتى كتبقى لنا واحد المسافه اللي قصيره بهذا الشكل هكا، كنديروا لها بحال هكا، كندوروها من الداخل، كندخلوها من الداخل بهذا الشكل هكا، وكنجيبوها عاوتاني فوق الحديده بنفس الطريقه بهذا الشكل هكا. كروش بواسون كتجمع امبيكابل، كتبقى نقيه، النيلون ديالها كيبقى ديما مزيان وكتخدم وكتطول لكم. مساله اخرى وهي مساله ديال هاد لونرولور، لونرولور ديال لابور، كنجيبو مثلا انا مثلا داخل لواحد المنطقه كنجيب لابوي كنركبها بهذا الشكل هكا، دونك ركبت لابوي ديالي، دونك انا مضطر انني نطلق الخيط، مضطر انني نطلق الخيط، كنطلق الخيط اللي غادي يناسبني بهذا الشكل هكا، ولكن في الاخر ما يمكنش لي غنبقى طالق الخيط، فناخذوا مثلا خديت انا واحد 15 متر ديال الخيط ولا هادي، ففي الاخر كنجي ضروري خصني نحبس هذا الخيط ما يبقاش يطلق، على حسب العمق اللي كنلعب فيه انا، إذا كانت 5 متر غادي ندير مثلا واحد 7-8 باش يبقى لابوي كتلعب في خاطرها. دونك هنا كاين جوج طرق باش كنحبسوا هذا الخيط، سواء كندورو كندخلو هذا الخيط هذا، كنجيبو الخيط من هنا وكندخلوه من هنا وكندوروه بهذا الشكل وكنردو لهنا وكنديرلو بهذه الطريقة هكا فهمتي، كنديرها مرة وكيمكن ليا نزيد المرة الثانية حتى هي بنفس الطريقة، وكنأورو ليها بهذا الشكل هكا وكنجبد هنا، ما عمر الخيط يخرج، الخيط بحال عقدتي ما عمرو يخرج. كاين الطريقه الاخرى بهذا الشكل هكا، كنجي كندخلها بهذه الطريقه هكا وكنجيب هذه الدخله هذه هنا كنحطها هنا، هذه امثل بهذه الطريقه، وكيبقى الخيط كيعود بهذه الطريقه، ما عمر الخيط يتزاد على داكشي اللي عطيتيه، لان بعض المرات ما كنعقدوهش مزيان كيولي الخيط يتطلق يتطلق يتطلق، كيولي لابوي فيها شحال بعيده علينا. هذه من جهه. مساله اخرى وهي ديال هذا الخيط هذا، فهذا الخيط هذا ضروري يتختار بعنايه، كما كتشوفوا يكون فلوريسون، يكون اللون ديالو ضاوي مزيان، ضاوي مزيان كيبان في الماء كيف ما بغى يكون الماء، خا يكون الماء ناقص هاد الخيط هذا يكون كيبان مزيان. علاش؟ غنقول لكم المصلحه ديالو فين كتفيد. كتفيد مثلا انه بعض المرات تيكون الماء شويه ضحل، الماء ناقص في لاكلارتي ديالو، وكتجي نتايا مثلا كتهبط لواحد البلاصه، فمثلا هنا كنطلقوا الخيط ديالنا، وطبعا في الراس كيكون الفاس، كاين انواع كثيره من هاد الثقالات ديال لي بوي اللي كيتسموا فيسان، كاين هاد النوع هذا
كيتجمع طوطالمون بهذا الشكل هكا، وفي القاع ملي كتحلو نفس الطريقه كتهبطو باش ما يعاودش يتجمع لك، كيبقى دائما محلول بحال هكا. وكنركبوه في لابوي ديالنا بهذا الشكل هكا. دونك هنا خصنا نعرفوا واحد المساله، هاد الفاس هذا كما قلنا علاش كنختاروا هذا الخيط هذا فلوريسون، كنجي مثلا كنقلب على واحد المنطقه حتى كنلقى مثلا واحد الشق ديال الماء فين كاين الحوت اللي غنبدا نصيد فيه الحوت، ف خصني نعلم هذاك الشق. كنجيب لابوي او سميتو هذا الفاس وكنحطو فوق الشق، يعني مثلا بحال دابا هذا هو الشق، كنشيل هاد البلاصه الفوق كنختار حفره تكون فيها مزيانه او كاينه كتومه او هادي، وكنحط هذاك الفاس باش كنعلم هذيك المنطقه. كنبدا نهبط، كناخذ المسافه بين الشق مثلا هو هذاك وهنايا فين حاط انا لاخور، كنولي نمشي ديريكت مول الشق كنصيد الحوت وكنطلع. مساله اخرى الاخوان وهو هذا الخطر ديال هذا الدخول هذا، فتقول خصني نعرف فين غنحطو، لان بعض المرات تتكون الامكانيات ديالنا في العمق قليله وكنمشي لشي بلاصه اللي فيها الفندق بزاف وكنطلق الدخول بحال الطريقه مثلا كنطلقو بحال هكا كيدخل ليا لشي بلاصه ما باقيش تقدر تخرجو. دونك الا ما كنتيش قاد انك تنزل لا بروفوندور وتخرجوا وتجبدوا من هنايا بهذا الشكل هكايا وتخرجوا، ما تقدرش ديرها دونك ضروري انه تكون امكانياتك في الغطس حتى توصل هذيك لا بروفوندور، والا فانت مضطر انك غادي تقطع هذا الخيط هذا وتسمح في هذا الدخول هذا اللي كيسوى الثمن، غتسمح في هذا الدخول وغتسمح في واحد الطرف ديال الخيط ديالك. فدائما هاد الامور هادي راه ماشي بالضروره غنحطها في بروفوندور، بابارفوا كنشوف مثلا غير شي حفيره بحال مثلا دابا هذا هو راه الفندق فيما هو وكاين هاد البلاصه هادي، كنجي في هاد البلاصه هادي ونحطو. فهنا هانت هادي غادي يشد مزيان، ها هو شاد مزيان امبيكابل، واخا يبغي يجرو البحر ما عمرو غادي يجرو، يبقى كيلعب غير في هاد البلاصه. علاش؟ وما حطيتوش في الفندق اللي غادي نقدر ما نوصلوش، وهنا حتى لا حصل ليا وحل غادي نهبط وغادي نخرجو بكل سهوله وغادي نفوت. فالاخوه الكرام هذه بعض الحيل وبعض الطرق النافعه والمفيده اللي كتفيدكم ان شاء الله في التعامل مع البحر ومع المعدات ديال البحر، ونسال الله التوفيق لنا ولكم وللجميع.